أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم في حلقة جديدة من طبيبك. النهاردة بنتكلم عن النزلات الشعبية. أعتقد من الموضوعات المهمة جدا وبتكثر في فترات تغير الفصول، كتير مننا مبقاش عارف إيه المفروض يعمله لو أصيب بنزلة شعبية، وأعتقد يمكن كتير من الأطفال والكبار بيصابوا بحاجة زي كده. هنتكلم على التشخيص وإزاي بيتم الوقاية وطرق العلاج مهمة جدا في هذا الموضوع. منورنا في الاستوديو الاستاذ الدكتور سمير عنتر، استشاري الحميات والكبد ونائب مدير مستشفى حميات امبابه. دكتور سمير، مرحب بحضرتك. اهلا بيك يا فندم. دكتور، يعني عاوزين في البدايه نتكلم عن النزلات الشعبيه، واعتقد من الموضوعات المهمه جدا. يمكن في ناس كتير جدا بتصاب بنزله شعبيه ومتبقاش عارفه تعمل ايه، هل تقعد في البيت، هل تنزل تاخد ادويه معينه، وكتير مننا بينزل الصيدليه يجيب انواع من الادويه بدون استشاره الطبيب. نعم، شكرا لسيادتك وشكرا لقناه صحتي. هو طبعا موضوع هام جدا جدا، مش موضوع هام لانه يعني موضوع خطير قوي او كذا، ولكن لشيوعه الشديد جدا جدا في هذه الفتره اللي هي فتره تغيير الفصول. زي ما احنا عارفين كل سنه بين الصيف والشتاء، الشتاء ابتدى ينكسر، الصيف ابتدى ان هو يعني ارهاصات الحراره او الدفع البسيط، ففي بيبقى فيه دايما نوع من الشوك او الصدمه الشديدة للجهاز التنفسي والأنف والحلق بالذات في الأساس، ومن هنا بيبقى معاهم التهابات متكررة بتبقى بتصادف هذا الوقت من العام، وخصوصا في السن الصغير الأطفال أو السن المتقدم من المسنين فوق سن 65 سنة، أو اللي بيعانوا مننا من إخواتنا اللي عندهم أمراض مزمنة زي الضغط أو السكر أو القلب أو الكليتين أو الكبد وهكذا. فهنا طبعا دي كلها حاجات لو تفاقمت بنخش بعد مرحلة الأنف والحلق والزور لجملة سيادتك اللي ذكرتها، عنوان الحلقة اللي هي النزلات الشعبية. إيه هي الشعبية بقى؟ يعني إن الميكروب بيبتدي يتقدم في إن هو يعمل نوع من الإصابة في الجهاز التنفسي اللي إحنا عارفين إن هو بيبدأ مشاهدينا الأعزاء من الأنف، ثم الحلق والزور، ثم القصبة الهوائية، ثم في شعبتين بعد كده أو قسمين أو تفريعتين زي ما بنقول. تفريعه للقصبه الهوائيه دي اللي بيخش منها الهواء يمين وشمال، فبقت اسمها النزلات الشعبيه، شعبه يمين وشعبه شمال. كويس. ومن هنا بيبقى الاهميه بتاعت الحلقه انه شيوع الكحه والسعال في هذه الفتره بصاحبتها للحراره المرتفعه مع الإعاقة عن العمل أو المشاكل النفسية اللي بتيجي من الكحة المستمرة أثناء الليل. تمام. طيب دكتور، لو حابين نتكلم على أسباب النزلات الشعبية. طبعا احنا عارفين انه النزلات الشعبية بتبقى موضوع بلخصه كلمة كحة مستمر، كحة مستمر، معاناة من الكحة والسعال الشديد مع النهجان لأقل مجهود، مع عدم القدرة على النوم الطبيعي، مع ان الانسان ممكن يحصل له اعاقة عن العمل. بعض الناس بيبقى الكحة والسعال الشديد دوت ممكن تخليهم ما يقدرش يتحكموا في البول بتاعهم، ممكن يرجعوا اذا كان عندهم المعدة ضعيفة شوية، وبتبقى المشكلة متفاقمة لما يحصل معاها ارتفاع شديد في درجة الحرارة، بيبقى البني آدم مصاب بين المطرقة اللي هي الكحة الشديدة وبين السندان اللي هو الحرارة العالية، ومن هنا بتبقى فعلا في مشكلة. يبقى هنا الأعراض عندنا في سعال مستمر، في حرارة بتبقى بسرعة تبقى لازم تكون موجودة عشان التلوث البيئي اللي موجود وعشان انتشار معدل التدخين في مصر على مختلف الأعمار وفي الجنسين الأولاد والبنات وهكذا، الكافيهات والتدخين العنيف اللي فيها، الأماكن سيئة التهوية المغلقة عشان فيها تكييف مستمر ومفيش فيها تهوية كافية، سوء التغذية. سوء التغذية مهم جدا لأنه بيعمل عندنا إعاقة في المناعة، وخاصة في أولادنا اللي في سنين الدراسة اللي بيطلعوا من غير فطار وبيشتروا مقرمشات أو حاجات من بره ما أنزل الله بها من سلطان. يبقى هنا احنا عندنا أسباب اللي هي مناعة الجسم نفسه إن بيكون ضعيف زي اللي عنده سكر أو ضغط أو سوء تغذية أو بيدخن على سيئة، أو إنه في ميكروب داهم عشان في اختلاط بناس معينة عندها المرض نفسه بالكحة والسعال، وخصوصا عن طريق انتشار المرض بينتشر عن طريق السعال العادي في اتوبيس، في كافيهات، في سينما، في اي مكان او مسجد او كنيسة، او عن طريق القنبلات مباشرة، تنزل القنبلة فوق الدشمة على طول تفجر الحلق والزور بكمية رهيبة، او قنبلة بيولوجية تخش على الحلق والزور زي ما بنقول ويحصل معها المشكلة. فمن هنا اصبحت الاسباب معروفة والاعراض اللي هي السعال والحرارة والنهجان طبعا واضحة للكل، ولازم يكون فيه بالتالي
استشارة طبية سريعة جدا جدا جدا، محدش يقول ده دور برد وهقدر عليه لوحده، لأنه محدش بيقدر عليه لوحده. دكتور سمير، احنا بنحاول من خلال برنامجنا نقدم النصيحة للسادة المشاهدين. كتير مننا كمصريين ممكن يبقى مصاب بنزلة شعبية وبينزل لأقرب صيدلية تحت البيت يقول له أنا عندي 1 2، فالدكتور الصيدلي بيديله مجموعة من الأقراص، وطبعا سيادتك عارف إن في مجموعات وفي قصص تمام كده تمام تمام غريبة في الموضوع ده. تمام عاوزين نتكلم يا دكتور عن مخاطر المواضيع دي، وإحنا كمان تابعنا في الفترات اللي فاتت إن حد كان مصاب بحاجة زي كده ونزل خد حقنة عند صيدلي مات تاني يوم. ما هو ده طبعا حضرتك المشكله اللي هم كل مشاهدينا عارفينها وبيتجاهلوها، يا اما ان هو نوع من الـ يعني نقص البصيره او الايد القصيره زي ما بيقولوا، مش قادر يروح لدكتور وكذا، او مش عاوز يجيب روشته بثمن كبير او كلام من ده. ففي الناحيتين مشكله، لانه ما فيش مشكله طبيه، وخصوصا يعني حاجات بتاعت نزلات شعبيه. ليه نزلات شعبيه؟ اصل مش موضوع ما نقدرش نختزله في كحه يا اساتذه، ما هياش موضوع كحه لوحده، ده في ميكروب موجود جوه. الميكروب ده عاده بيبقى شرس جدا عشان يتغلب على المناعه بتاعت الزور وعلى ان يكون في مقاومات من الجسم نفسه الطبيعي، وبالتالي بيحتاج حرفيه شديده من الدكتور في انه يكتب الدواء السريع القوي بالجرعه المظبوطه للفتره المطلوبه. محدش يجي له شويه كحه وسعال ويقول ان دي نزله برد ويستسهل الموضوع، لانه لما هيخش في بسرعه في خلال 48 ساعه في الاعاقه ومن هجان و و و والبلغم الشديد، وممكن يبقى في معاه مدمم ومعاه ارتفاع شديد في الحراره، هيبقى هنا الدواء اكثر تكلفه. فلازم يكون اللجوء للطبيب المتخصص باسرع ما يمكن في اي مركز قريب من حضراتكم. ثانيا، الالتزام بالتعليمات اثناء العلاج من ناحيه السلوكيات بتاعتنا، لانه طبعا ايد لوحدها ما تسقفش، لازم يكون في تخلي عن وتجنب للتدخين والمدخنين، تجنب للاكل اللي فيه توابل وفيه حاجات حريفه عشان ما تبقاش تعمل التهاب وهيجان اكتر في الزور، فتح الشبابيك وتهويه المكان، التعرض للشمس بقدر الامكان فتره معقوله، ممارسه المشي عشان اجدد الهواء اللي جوه الجهاز التنفسي بشكل طبيعي حتى لو جوه الشقه اللي مش قادرين يخرجوا، وشرب السوائل الدافيه زي اليانسون والفواكه الطازجه اللي فيها مناعه زي البرتقال، ثم في الاخر وفي طبعا النص الثاني يكون عليه الايد الثانيه اللي هي الدواء المناسب من الدكتور للمده المناسبه التي لا تقل باي حال من الاحوال في النزلات الشعبيه عن 10 ايام. ارجوكم ما حدش يجيب علبه مضاد فيها 4 5 كبسولات او 10، يخلصهم في 2 3 ويتحسن طفيفا او ما يتحسنش ويقول عملت اللي عليا، او الدكتور ما يركزش على النقطه بتاعت مده العلاج او يكتب 3 حقن بس ويكمل البرشام. القصه دي كلها كانه واحد بيشيل حاجه كله تخطب وبعدين في الاخر بيستهتر زي اي حاجه بنعملها مع الاسف الشديد في سلوكياتنا. فده سلوك بعض الاطباء او سلوك كثير من المرضى او سلوك كل الشعب. احنا عايزين نمشي صح علشان نتجنب ان يكون في لا قدر الله اعاقه، لانه ممكن ينتج عنها اعاقه مزمنه بعد كده والصدر يبقى ضعيف، وفي الحاله دي يبقى نحتاج علاج طول العمر ملهاش اي لازمه خالص. طب دكتور، ايه المخاطر لو ما حدش اتعالج بشكل كويس من النزلات الشعبيه؟ زي ما ذكرنا سيادتك المخاطر طبعا ان توقف عن العمل في وقتها، توقف عن الرزق بتاع بني ادم، ده شيء مهم جدا جدا هيعطله وبيبقى شيء خطير. الحاجه الثانيه ان هجان المستمر مع اداء اي مجهود. الحاجه الثالثه عدم القدره على النوم السليم نتيجه السعال المتكرر اثناء النوم، عدم التحكم في البول علشان بينط منه البول اثناء الكحه او منها. كمان في نفس الوقت ممكن زي اي التهاب انا لو سبت اي حته برومه في صاج او اي عود كبريت على مكان فيه بلاستيك، هتوقع ان لو ما طفيتوش دلوقتي او عالجت البرومه دلوقتي هتوقع ان هو هيزداد. فهنا الزياده بتاعت النزلات الشعبيه ممكن تؤدي بعد كده لربو مستمر مزمن او تؤدي لالتهاب رئوي، والالتهاب الرئوي هو اخطر مرض في العالم كله، ممكن ان هو يؤدي للوفاه بشكل كبير جدا جدا. فالكلام مش هزار، كلام جد جدا جدا، عشان احنا كوزاره صحه في مصر عندنا الهدف الاساسي بتاعنا التوعيه ثم التوعيه ثم التوعيه بالاساس عشان الوقايه وعشان ناخد افضل اساليب العلاج. طب دكتور، في تطعيمات ممكن للساده المشاهدين ياخدوها في فصل استعدادا مثلا لفصل الشتاء، استعدادا للحمايه من النزلات؟ طبعا طبعا يعني، بس طبعا الكلام دوت في شهر سبتمبر من كل عام في بدايه فصل الشتاء. اللي احنا بنقول ان هو تطعيم ضد الانفلونزا الموسميه، تطعيم ضد الالتهاب السحائي لانه بيبقى موجود طبعا ده بتنقل عن طريق الحلق والزور، تطعيم ضد الامراض الساريه من الاطفال التطعيم الاجباري بتاعهم ضد الحصبه وخلاف والجديري، دي كلها امراض جهاز تنفسي. وكمان في نفس الوقت الناس اللي عندها امراض مزمنه تلتزم جدا جدا جدا
بالظبط السكر اللي عندها او الضغط، لانه ما فيش اي نزله بسيطه جدا جدا قد وجه الكبريت قد دبوس الابره لمريض عنده سكر هتخف سكره اكتر من 200، استحاله. تاخد فترة طويلة. محدش يقول بقى ان ده السكر بتاعي وانا متعود على 600 و700، لا نظبط نفسنا. دكتور سمير، كنا سعداء بوجودك معانا، مجموعة من النصائح المهمة جدا، وخاصة مع تغير الفصول بنحاول نقدم النصيحة بالنسبة للنزلات الشعبية. في نهاية اللقاء نشكر الأستاذ الدكتور سمير عنتر، استشاري الحميات والكبد ونائب مدير مستشفى حميات إمبابة. شكرا فندم، نورتنا. شكرا لكم يا فندم. شكرا فندم. أشكرك. أعزائي المشاهدين، على أمل اللقاء، لكم تحياتي وتحياتي.